over my eyes. Passing all these handouts, stupid things. You can save them for the children, they got lost along the way. Vipers and surround, not this sound. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. Making some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Find my need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shades on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man are blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping back, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't winning. أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا. نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق لحظات قليلة على بداية المباراة في دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فريق ليونز في مواجهة ريال. فرصة أمام أصحاب الأرض اليوم من أجل التقدم في الترتيب العالمي وإسعاد جماهيرهم. الأمر متاح مع بعض الجهد والتركيز. أكيد هذا أمر يسعد الأنصار والعشاق. كرة بينية خلف المدافعين. ممتاز التصدي. لم تنتهي الخطورة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. حكم يطلق صفيرته معلنا وجود حالة تسلل. ألكسندر غولوفين. كومان. الاستحواذ بيروح من عند كومان الآن. ريال بيضيع الكرة. تقدم هجومي من ليونز. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. هدف بالافتتاح يأتي مبكرا. لا يتأخر. الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء. انظر إلى المباراة. نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. ألكسندر غولوفين. حلوة الكرة البينية. يكسر فيها المدافعين. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. جواو فيليكس. ممفيس ديباي. بيتخلص فيها من الدفاع. يا عيني على المرور. يمنع التسديدة من المرور. الأفضلية عند المهاجم. مر فيها من المدافع في هذه اللقطة. حطها في المرمى. يا رب. الله على هذه الكرة. على الفن. على الإمتاع. على المهارة والإبداع. يا سلام يا سلام. نتابع الهدف مرة أخرى. تمريرة بينية رائعة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. وبتضيع الكرة. سيرجي غنابري.
تنفيذ جيد للضغط الحالي. كومان، فاران يستعيد الكرة بتمركز ممتاز. يخسرون الاستحواذ. تورغن هازارد الان مع جواو فيليكس، فقدوا الكرة. سيرجي جنابري بتروح لجواو فيليكس. يا لعيب يا الله، الكرة في المرمى، هدف يحرك الشباك. جواو فيليكس، تنطلق المباراة مرة أخرى. ديباي، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في شباك الكرة. الله على هذه النهاية. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، ومن ثم نهاية الكرة في الزاوية القريبة من حارس المرمى. كان ممكن أن يتصدى لها. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. خطرة، يا سلام على أوبلاك، شوف ردة الفعل، شوف التصدي. كومان يلعب الركلة الركنية. الله على اللقطة، الله على المهارة. شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كان ممكن تحرك الشباك. شوف المقصية، يا سلام على الكرة بتضيع. فيليبي كوتينيو، الكرة بتضيع من كوتينيو. ليلية مثالية خلف المدافعين. صافرة وتسلل، تحرك في وقت مبكر قبل تمرير الكرة. ثورغن هازارد، فيليب كوتينيو، فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. البحث عن هجمة مرتدة. ريال يستعيد الكرة. ديباي، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. سيرجي جنابري، جواو فيليكس، ديباي، وصلت إلى ديباي. يخسرها في تصدي من أوبلاك، لكن ما زالت في الملعب. ممفيس ديباي، ملعوبة حلوة، قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. نظرة على الإحصائيات اللي تؤكد بأن الفريق يمر بيوم جميل حتى هذه اللحظة. يخلق الفرص، يسجل، متقدم في النتيجة، ولا يعاني أي معاناة حتى هذه اللحظة. أعتقد بأن في طريقة للفوز وبأداء قوي حتى اللحظة. كينغسلي كومان، الحكم يحتسب ضربة ركنية. ركنية باتجاه المنطقة. اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. كرة تلعب بالرأس إلى رمية تماس. تورغن هازارد، محاولة تقليص الفارق. شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. هجمة مستمرة. هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه الآن ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. الحكم يحتسب الخطأ. الحكم ما زال محافظا على هدوءه، يكتفي بتوجيه كلمة للاعب. على اللاعب أن يكون حذرا في قادم الأوقات. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.
ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. ثوركن هازارد، أوهو، يتخلص من الرقابة، يعودون في المباراة بعد أن تأخروا بهدفين. لم ييأسوا أبدا، من قال أنهم هزموا؟ كانوا مصرين على تحقيق الانتصار. تقدم هجومي من لايونز، بيعدي وبيمر بالكرة، فرصة خطيرة جدا، لكن أوبلاك في الموعد كان موجودا، تصدى بكل قوة، حارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. فييرا، فرصة أمام المرمى، الله على التدخل، الله على الشجاعة. سيرجي جنابري، تورجن هازارد، جواو فيليكس، ريال بيضيع الكرة، لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة، هجوم مرتد، هجمة مرتدة سريعة، لكن في النهاية الكرة كانت بعيدة. شوف اللقطة، شوف كيف الفريق والسرعة تحول من الدفاع إلى الهجوم. كومان، كرة بتروح من كومان للجانب الآخر، بينية خطيرة من كومان، مستحيل اللقطة، هذا لا يحدث كل يوم، عودة مستحيلة، عودة من بعيد، لم يكن يتوقعها أحد، غلبوا الطاولة، غلبوا كل شيء. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة ألكسندر غولوفين، قد تكون هذه الفرصة، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. كوتينيو، فرصة الآن للكرة مرتدة، تورجن هازارد أمام مع جواو فيليكس، يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، الكرة في المرمى، بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روحة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبدا. جوشا كيميتش، لايونز يستعيد الكرة، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان، الله على هذا التدخل، أبعد الكرة من منطقة جاء. محاولة هجومية من فريق لايونز، تدخل يبعد الكرة، تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. سيرجي جنابري، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف، كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحار، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. ألكسندر غولوفين، لايونز يخسر الكرة، جواو فيليكس، تورجن هازارد، كرة تصل لجواو فيليكس، فرصة لوضع الكرة في الشباك، يا رب.
لعبة والكرة أي لقطة وأي لمسة الكرة في المرمى هدف ولا رعاية فرصة الواحد على واحد الآن يا لعيب يا لعيب يا الله على هذا الهدف دخل منذ قليل لم ينتظر كثيرا لم يكن بحاجة إلى الوقت وضع الكرة في الشباك أي تبديل أي عطة سحرية يملكها هذا المدرب رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة فرصة لوضع الكرة في الشباك يا رباه كرة في القائم مجهود كبير وفرصة خطيرة جدا ضاعت في النهاية غياب التوفيق الحارس بالتأكيد مالين التسديدة القوية على المرمى لكن بعيدة وضع فيها القوة لكن لم يتمكن من توجيهها بالشكل السليم وبالتالي بتضيع الله على النظرة نلعب الآن في الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة ديباي بينية ملعوبة بشكل ممتاز الله على النظرة ردت فعل ممتازة من أوبلاك لعبها قصيرة في اللقطة الماضية مقطوعة تمريرة فيراتي الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد كرة مرتدة ودفاع بحاجة للعودة بشكل سريع ممتاز التصدي لم تنتهي الخطورة ألكسندر جولوفين كرة في مكان خطير فرصة هدف في هذه اللحظات كم ممكن يستغلها ويسجل الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب حكم اللقاء يضيف دقيقتين كوقت بديل ضاعت الكرة أمر محبط أم بأن تكون على وشك التأهل في الترتيب والانتقال للمستوى أعلى ثم تفشل في ذلك فشل صعب جدا على النادي وعلى الجماهير وراح يكون له تأثير على الأمور المالية للفريق في الفترة الجاية لكن تبقى إمكانية التعويض قائمة دائما وأبدا في دوري 48 ساعة لأبطال فوت مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان ليلة جميلة هنا أجواء مثالية كل شيء يبدو رائع في كرة القدم بانتظار ضربة البداية محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق موعدنا اليوم مع مباراة من منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت فريق لايونز في مواجهة روكيت إمكانيات متاحة اليوم لأصحاب الأرض للارتقاء في التصنيف العالمي فرصة لا يجب بأن يهدروها أمام أنصارهم عليهم تقديم كل مرة حارس المرمى كان بالمرصاد تدخل سريع كيفين دي بروين الآن مع سانشو تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل كومان
عمل جيد في قطع الكرة. يخترق ولديه المساحة. حارس يتألق ويبعد الكرة. دومبيلي تعود إلى ديباي. كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. كيفين دي بروين. سانشو. فرصة لوضع الكرة في الشباك. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. هدف أول الآن. هدف مبكر من بدري سجلوها. أشعل المدرج. بداية قوية هنا. المباراة الآن بنقطة تحول كبيرة. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. كومان الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. ريناتو سانشيز الآن مع سانشو. سانشو كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يا سلام على اللقطة، على التصويبة. لعب صح بكل دقة بكل قوة. مرت الكرة، عدت الكرة، ضاعت الفرصة. بينية تمر من الدفاع. كرة بتروح من جانب فريق لايونز. سانشو كرة بينية فيها خطورة الآن. يا إلهي ماذا أضاعوا. شوف اللقطة، شوف الفرصة لتوسيع الفارق. قد ينتمون على هذه الكرة إذا أتى التعادل. كان ممكن التعامل مع هذه الفرصة بشكل أفضل. يعود بالكرة بعد عرضية ممتازة في المرمى. هدف فعلها سانشو. الكل يعرف قدراته لكن من يستطيع إيقافه؟ من يمنعه من التسجيل؟ الله على النهاية. ريناتو سانشيز تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. المنافس يسيطر على الكرة. كومان انطلاقة ممتازة عن طريق كومان في هذه اللحظات. افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. تدخل بشكل سليم. شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. بينية تضرب الدفاع. كرة متاحة للتسجيل. تصدي والكرة في الملعب. دومبيلي قراءة رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب. تدخل جميل من اللاعب. كيفين دي بروين. سانشو ماذا سيفعل الآن؟ لعبة قوية. الكرة بتروح لحارس المرمى. كيفين دي بروين تنفيذ جيد للضغط العالي. فرصة تقليص الفارق. هدف تقليص الفارق. الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. الله على السهل.
الممتنع. لقطة قد تبدو سهلة لكنها صعبة جدا، صعبة جدا. نحتاج إلى الدقة والتركيز. شوف وين حطها، شوف كيف حطها. الله على الكيفية. تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. ينطلق بالكرة نحو المرمى. كومان يسترد الكرة في منطقته. اعتراض من الجماهير على حكم المباراة بسبب تجاهله لركلة الجزاء، تعتقد وترى بأنها كانت صحيحة. تمريرات في منتهى الروعة. فرصة والمساحة موجودة. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. ديباي، دفاع يغيب في هذه اللحظات. اوهو على هذا التصدي. اي حارس مرمى، اي ابداع، اي تفوق، اي ردة فعل، اي كرة من مسافة قريبة. حارس مرمى كبير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. شوط اول ينتهي الان والنتيجة 2-1. ظهر بفورمة كبيرة اليوم، 45 دقيقة قدم فيها كل شيء حقيقة، مستوى أسطوري ربما. لن نعود مع حضراتكم عن طريق الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال كود. لايونز يستخلص الكرة. ديباي حارس يتألق ويبعد الكرة. كرة في الجناح. الحارس يخرج في الوقت المناسب، بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. كومان ديباي الان مع انجومبلي. ديباي فرصة للتعادل الان. اعتراض ناجح للكرة ولا فرصة لكرة مرتدة. كيف راح يتصرف فيها؟ حلو التدخل واعتراض الكرة. كرة بتروح من جانب فريق لايونز. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. سانشو إلى رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب. أوهو يبعد كرة خطيرة. دومبيلي ولا مع كومان. لا جديد. الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. بعد فيها من المدافع. لمحة فنية، لقطة من لقطات المباراة. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. التمركز يساعد كيمبيمبي في استعادة الكرة. ديباي محاولة هجومية من فريق لايونز. لايونز يخسر الكرة. دي بروين يتقدم لتقديم حلول هجومية. ألا مع دي بروين. سانشو حارس المرمى.
تتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. ركنية ملعوبة في وسط 18. الدفاع يفضل معاد الكرة بعيدا عن المرمى. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. كرة بينية خلف المدافعين. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. ريناتو سانشيز. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. فاصل مهاري الآن، شوف اللقطة. سانشو تصدي من الحارس، بزرت الكرة خطيرة. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. كرة بتتحول إلى رمية تماس. يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. انطلاقة هجومية من جانب روكيت. نقل بكل سلاسة. تصويبه باتجاه المرمى. مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. كيفين دي بروين. الجماهير تعبر عن غضبها وعن عدم رضاها عما كان في أرضية الملعب. تتكلم عن مستوى سيء جدا قدم الفريق. الخصم تلاعب في حقيقة. الجماهير أنت الحق بأن تكون مستاء، خاصة لما تشاهد فريقها بهذه الوضعية. إيدن هازارد، ماركو فيراتي. قد تكون هذه الفرصة، يمنع تسديدة من المرور. جيمس تافيرنيه. مع الدقائق الأخيرة المباراة تأتي الآن الفرصة للتمرير القصير في وسط الملعب. الفريق الفائز يحاول الحفاظ على النتيجة. رافائيل فاران، ملعوبة إلى هازارد. يا لحيب الله على التمريرة، تصدي بكل ثبات. الكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية تحتسب. تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. جيمس تافيرنيه. الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. يتقدم باتجاه المرمى. ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. لو خسر الكرة ممكن تشكل خطورة. نهاية المباراة مشاهدينا، والفريق يفشل في الارتقاء بسلم التصنيف لدوري 48 ساعة. الفشل اليوم لا يعني نهاية المطاف، دائما هناك فرصة أخرى للتعود. Lange for en payback. Kan ikke rulle med dem, hvis vi går way back. Jeg havde en drøm, at jeg rullede i en Maybach. Jeg er lige landet, så det er klart, jeg har jetlag. Jeg sad i bilen og var laid back. Dropper bare de straight facts. De vil se mig med en pack, pack, pack. Ah, ro på. Ice kommer ind med fed sko på. Hey, hey. Ro på. Huller, huller op, giv dem noget, de kan glo på. Hey, hey. Ro på. Denne drip kan din egen ikke tro på. Hey. Men det
merhaba. Apartma nice arıtom merhaba. Yo arıtom merhaba. Madafo ve mizu point gel tight skull. Arıtom merhaba. Man tem spill a home in the pine for sell. Stick mine big party gal on your glove. Spell you that sell arıtom merhaba. Yo. Kommer lige fra bunden og vi rammer kun toppen. Ung dreng med vision, dem skulle kunne stoppe den. Jeg kendte de kvarteret, du kan spørge dem på blokken. Yo. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. محبكم فارس عواضة سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء. لحظات قليلة على بداية مباراة تأتي ضمن إطار منافسات أبطال فوت في دوري 48 ساعة. فريق ليونز في مواجهة ريال. فرصة سانحة أمام المستضيف للصعود في ترتيب بيعدي وبيمر بالكرة. أوه في المرمى. هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة. اشتعلت النار. احترقت في هذه اللحظات. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة. الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. انطلاقة هجومية من ريال، بيعدي فيها، يتقدم فيها. يا الله، مستحيلة هذه الكرة. الله على الهدف، على المهارة في التسجيل، على هدف استثنائي، مهارة استثنائية، لقطة فنية ولا أجمل في هذه اللحظات. هذه فرصة هدف. تدخل رائع للخطورة الآن. ديباي. هذا نشاهد فرصة في هذه اللحظات. تصدي الكرة في الملعب. تأتي سهلة إلى حارس المرمى. ليس في كل مرة عليه أن يكون المنقذ بالتأكيد بتصدي غير عادي مثل ما شاهدنا قبل قليل عندما أنقذ الكرة اللي كانت صعبة جدا وقدم مهارة عالية. حكم يطبق مبدأ تحت الفرصة واللعب مستمر في أرضية الملعب. جميلة هذه الانطلاقة من إنزومبلي، قد يشكل خطورة. كومان. وصلت إلى ديباي. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. الكرة بتضيع من كوتينيو. سيرجي غنابري. تعليمات من مدرب الفريق الضيف بتطبيق مصيدة التسلل. باتريك فييرا. دومبيلي. قراءة رائعة للكرة ودفاع في الوقت المناسب. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. لينية مثالية خلف المدافعين. يا رب، أي لحظة وأي كرة، أي لحظة وأي لحظة. الكرة في المرمى، هدف ونار وعنار. نشوف الهدف مرة أخرى. بينية خطيرة لعبت بشكل سليم. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. يتقدم للأمام.
كرة بشكل جميل، لن يهدأ لهم حال، لن يهدأ لهم بال حتى يعودوا. التعادل يأتي، نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدين متابعين، والكرة تعود إلى نقطة البداية. موزيس سيمون، سيرجي غنابري، الكرة بتروح، ليون كوليتسكا، كرة على الطاير، اعتراض ناجح للكرة، فرصة لكرة مرتدة سريعة. تعود إلى ديباي، يا السلام على التناغم، الله على الانسجام، شوف التمريرات، شوف النقلات. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، أوه الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. كوتينيو، ريال يبحث عن طريق المرمى، كومان ضغط راعي ينتج من خلال استعادة الكرة سريعا جدا. تمريرة كوتينيو تقطع هنا، تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. جميل الكرة البينية، الله على النظرة، حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. ضربة ركنية لمصلحة فريق لايونز، تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية ويمنع الكرة من الوصول مرة أخرى إلى مرمى. أي روح قتالية يظهرها في هذا اللقاء، واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يعتمد على خطة كشف التسلل. سانشو، فاصل مهاري الآن، شوف اللقطة، شوف المرور، متعني سلطني الله على الكرة. حلو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي التماس. كومان، كرة بتقطع بواسطة فان دايك، البحث عن هجمة مرتدة. سيرجي غنابري، روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. باتريك فييرا، إمكانية للتسديد، تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى، سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. موزيس سيمون، دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضايع في مباراة اليوم. الشوط الأول ينتهي 3-2. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. كرة بتروح من جانب فريق الريال، عرضية تصل للناحية الأخرى، هذه فرصة هدف، الله على اعتراض التسديدة، سددها،
تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى. أكيد رح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة في المرات القادمة، لا بد من استغلال هذه الكرات. كرة بتروح من جانب فريق لايونز. فيليب كوتينيو بيخلص الكرة في مربع العمليات، فرصة لكرة مرتدة سريعة، فرصة متاحة. اوهو سجل الهاتريك، اجمل الثلاثية، المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية، مباراة غير عادية، يخطف الاضواء كل الاضواء والانظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. تخرج رمية تماس، في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. يا سلام حلوة البينية. دومبيلي، رافائيل باران، كومان رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. خطورة تأتي من كومان، سريع جدا في انطلاقاته، ابعد الخطورة عن منطقته. معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الامر بشكل ممتاز. مساحه امام على الجناح من الممكن استغلالها. يا لها من فرصه كانت للتسجيل، كان عنده امكانيه للتسجيل لكن لم يستغلها ونجح حارس المرمى. حكم الرايه يحتسب التسلل، فرصه حقيقيه بتضيع، ثقه كبيره في احتساب هذا الحكم لهذا التسلل. يهرب بالكره، مر فيها، انطلق فيها، راح. ما زالت هناك خطورة، مستحيل. الكرة في المرمى في هذه اللحظات، الله على الكرة، على إبداع، على نهاية. يا سلام على الكرة في المرمى، لقطة لمهارة استثنائية، لانطلاقة خيالية، لاختراق غير عادي من الدفاع، لنهاية في الشباك، هدف في منتهى الروعة. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. كرة بتلامس اللاعب تتحول إلى خارج الملعب من تماس. يفقد الكرة. يستعيد الكرة بهذا التدخل. وبضيع الكرة. ريال يبحث عن طريق المرمى. غوريتسكا، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. حارس المرمى الصاحي وتسديده أساسا كانت من مسافة بعيدة. كرة خطيرة على المرمى، يا عيني على الكرة البينية. الله يا لعيب، حطها من فوق حارس المرمى.
give up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You'd be there by now if you had to see what I did. Couch thinks the way in. We'll laugh out loud, that's some real stupidity. Think I got here by using these itty bitty. I give them up but never lied. I wish that all it took was a if fame was a side effect, yeah, we'd all be drinking flavored Kool-Aid and they'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. I've been running all my life. Tell me what's so long I'm sacrificing. Well, you was getting taking long vacations, I was on my grind. Dedicated fat cats on the with the TV and lasagna. I'm like real montage, time like a katana. Do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. My old friends, they be criticizing. She really changed who the think she is. Why she got no wedding ring? Even the good ones, they always say, when you gonna give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Call me right back, cause I was born for this. And I was sacrificing like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo.